عمار محمد القحطاني، بديت في العمل في القطاع الحكومي وشفت ان في فرص استثماريه اكثر موجوده في قطر كشركات ناشئه او شركات متوسطه او صغيره. بديت في القطاع الحكومي لوجود الاستقلاليه اكثر شخصيا. تأسست تقريبا تاريخ 2014. اي نعم، وكان كل مشروع يبدأ بفكرة. والفكرة ان هي انا واجهت مشكلة كان احتياجات الأسرة القطرية والمجتمع. فقلت ليش ما تكون الفكرة كاحتياج لأسرتي وللمجتمع، اخدم فيها نفسي والمجتمع. بدأت المشروع في هذه الفكرة وواجهت تحديات طبعا وصعوبات. وكل مشروع لازم من التأسيس يكون التأسيس السليم، نحتاج علشان يكون يكبر المشروع معك أكثر. الشركة تقدم العاملات خدمة المنازل والسائقين في المنازل لجميع فئات المجتمع، القطريين والمقيمين حسب ضوابط الموجودة في التشريعات للدولة. أبرز التحديات وجود تعامل مع دول مختلفة، التنوع مع الدول، تكوين فريق عمل، التعامل مع كذا دولة كالفلبين والهند وبنغلاديش، وتغيير الثقافي للدول والتوجه للدول مقابل البحث عن جودة في العمل وجودة مهنية للعاملين في المنازل. حاليا الحمد لله تخطينا في هذه الأمور، لكن نواجه عقوبات في الجودة العمالة المتوفرة في السوق المحلي. في قطر فرصة الاستثمار كبيرة وعدد المنافسات في الشركة، في الشركات عدد كبير وتوجد منافسة شرسة في القطاع الاستثماري خصوصاً في مجال جلب الأيدي العاملة. يعني شو ميزك؟ تميزي هو كل شخص يتميز شخصياً. أنا أتعامل مع العملاء أو الزبائن معاملات شخصية، كيف يكون صديق أكون صداقة في نفس الوقت، أو أكون كصير لما يكون نزمون أو عميل ينتهي المهمة وينتهي الحديث يستمر معي إلى ما لا نهاية إن شاء الله. إن شاء الله تكون من كبرى شركات الاستخدام وتوفير فرص العمل المهنية في دول آسيا في قطر، وأيضا توفير أفضل جودة مهنية للعاملات المنازل والسائقين. دولة قطر الحمد لله تنعم بالأمن والأمان، وفي ضمن التحديات التغيرات الجيوستراتيجية وجوائح تضرب العالم والجميع ينشد الأمن والاستقرار. لابد أن تكون نظرة شمولية لدولة قطر وقيادتها نظرة شمولية في تعاملها مع هذه القضايا. هناك ثلاث بيئات، البيئة المحلية والإقليمية والبيئة الدولية. قطر تعمل على استقطاب جميع القطاعات في الاستثمار في دولة قطر، هذا ينعكس على الأمن والأمان، ينعكس على الاستثمار واستقرار السوق الاقتصادي في قطر. أوجه الشكر كل من وقف معي، من ضمنهم جميع الأسرة والأصدقاء، ومن ضمنهم عمي اللي وقف معي في تأسيس هذه الشركة. ونحن في دولة قطر للحمد نعيش حياة آمنة في ظل قيادتنا الرشيدة، النهوض بهذا البلد من الناحية الاقتصادية والاستثمارية وتشجيع فرص الاستثمار. نسأل الله العلي العظيم أن يديم الأمن والأمان على هذه الدولة، وأن تحفظ قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسهم الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأمير البلاد الفدة الشيخ تميم بن حمد حفظه الله ورعاه.